بشويه ما بابا غير شويه مالك راي الانسان كيبغي يهضر مع باه ولا شي حاجه شي اللي كنعرف انا الدراري الصغار وهذا كيهضر مع باباتهم بشويه يا بابا بابا مالك ايوا بابا انا ما بغيتش الفلوس بغيت غير كشوه العيد صافي ايوا بنتي راه كسوه ديال العيد باش غادي نشريهم لك باش غنشريهم لك مثلا اشريهم ليا بالفلوس ايوا انا راه عدويا بنتي نخرج الفلوس حيت بنتي هاد دابا شتي بعينك شفتي بعينك شفتي النعناع شفتي الرمان شفتي داك الشيء شفتي ديك اي حاجه كنزرع في هاد الجريده عندي باش ما نخسرش الفلوس وتجي تقول لي خاصني كسوات العيد ها انا راه عدويا وجن جنوني نخسر الفلوس شحال مره كنقول لك بنتي التلفازه ما تفرجيش فيها وكتمشي بالعاني كتفرجي فيها وكتجي لنا 50 درهم في الشهر انا عندي الباب راه انا تجيني 50 درهم في الشهر ها انا مالي انا قاعد تقامت عليا انا قاعد تقعد شاد الحاله ديال والو انا اش اشنو الكتوبه ها الكتوبه جايين ها الحولي جاي ها اشنو انا ما نعيطش هاد العام الدجاجه تكفينا سالينا لا يكلف الله نفسا الا وسعها بابا هادي راه ماشي وسعها بحال ممكن تقعد تلج معايا في الهضره ما عنديش كسوات العيد وما عندي والو الفلوس ما عنديش ما بقى جي لامك لا تبقى فتح واحد يجي يقول لي عطيني الفلوس وعطيني نشري ولا عندي ندي بابا والله يهديك الله ما شريتي تكسوات العيد حولي ديال العيد حرمتينا منه سير حدي بحدايا سير خرجي حدايا سير بحالاشك سير طريك طلافي هادشي اش عرفوا تقولوا هادشي هو هذا وجهكم صافي حتى واحد ما بقى يجي يعدي انا الفلوس انا اللي مشيت تخرج الفلوس انا نقطع راسي انا طريك طلافي حنا حرتين النعناع باش ما نخسروش الفلوس جيت تقول لك كسوت العيد فين هما الفلوس انا بغيت ربي يحرقني بهم انا فين هما الفلوس انا لقيتهم انا طفو طريك طلافي مصيبك احلالي مصيب واش نتي واش ما بغاش تعطيني ابتساح واه هذيك الله اخويا راه الناس ملي كيدخلوا عند عيالاتهم كيقولوا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته عاد كيبداو الهضره انت جيتي دخلتي فيها طول العرض شحال من مره كنقول لك انا ما عنديش الفلوس عيبه الله واش نتي فين ما تدوري الدور سير عند باك شي كسوات العيد سير عند باك انا فين ما الفلوس واش عيبه الله الشهر داك الشهر اللي فات جاتني 50 درهم ديال الضو جاتني انا منين جي نخلص انا منين اويلي عيبه الله واش بغيتي تفقصني ولا شنو واش الناس كتجيهم 7000 8000 ريال في الشهر وانت جاتك 50 درهم جاتك صعيبه 7000 8000 ريال دوك الناس راه عندهم ما يتحرق ما يتم انا اش عندي انا نعطيك التابعه تابعتيني على والو اش عندي ها ما عندي والو لا حول ولا قوه الا بالله باصتك باص اخويا والله حتى باص الفلوس ما عرفتش شنو غدير بهم واش غتدفنهم معاك ودابا وري لي هاد الفلوس فين هما لقيتهم مدفنهم انا فين هما ويا داك الله يا هاد الراجل تقى فينا الله وتقى فينا الله يا عبد وتقى فينا الله الدريه راه باقا صغيره باقا عندها مدرسه باقا عندها خاصه حوايج العيد باقا خاصه الحولي خاصه تبان قدام صحاباتها واش الدريه باقا صغيره وانت كتقول لها غنعيدو بالدجاجه شوفي انا راه ديك الساعه كنطلع عليا الدم انا راه ما واش انا مسطي انا بنتي نشري لها الدجاجه وراه نشوف كيفاش نديرو نشرو شي بيبيه ونقدو بها الغرض اي اخويا صافي وكمل لينا نيت حتى الباقيه ما تشريش كاع ما تعذبش عين نعيدو حنا بالبيض بيض ومطيشه حياتي كامله قارتيني بالبيض ومطيشه وزيد العيد حتى ونكملو بيض ومطيشه سير لقيتي في العيد راه تلقاي زيدو فيه درهم جوج درهم في العيد انا راه شوفي انا جنوني شي واحد هو يخسر الفلوس ما كنحمش نخسر الفلوس وتجي تصيفط لينا انا بنتك تقول لي سيري عنده كسوات العيد قال لي كسوات العيد انا خيط لي بيدك كما كيديروا الناس زمان انا امي الله يرحمها كانت تخيط لي طاقيه بداك الشيء يقولوا لي داك ابكي عاوتاني بكي هادشي اللي بقى لك صافي هالبكا قرتيني اخويا قرتيني والله تقرتيني حرام عليك هادشي اللي كدير فيه وحق الله اويلي واش عبد الله واش عيا حوايج بزاف وبغيتها بزاف عيقتي عليا اويلي واش دري عبد الله بغيتي الفلوس نطلب بها وعندك الفلوس كنا ما عندكش شوفي يا كوتر انا طحت علي واحد الفكره زوين اخويا قرتيني بالافكار ديالك قرتيني بارك عليا حنا ما عندنا حنا ما عندناش فلوس ومضاربين مع الزمان هانتي حاولي دوي مع بوك ديك 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 الارض اللي عنده يبيعها ويعطينا النص ديالنا ونشرو حنا كوري ديال الحوال ونبيعو فيهم اش ديالك اخويا كتسال فيها النص لا زعما قلت لك غير الا كان ممكن
نديروه باش لا كان زعما لا لا شي ما تعاونيش معايا المره كتخوف مع الراجل في اخويا راه نتعاون معاك كون كان ما عندكش ما عندكش ولكن ترى عندك عبد راه فين هما فين هما عبد فين هما فين هما عندي قوس عليا انت دا واحد ما حاضرين انت حاضياني قام قوس عليا هذاك المريض غنبدل به وشي في جهه اخرى بو لا يخليها سلع الله يخدمك العقل الله يخدمك العقل ديما معدي عليا ومعدي على ديك الدر يا ربي سيدي يا ربي انا يا ربي سيدي يا ربي دير لي الشتاول ديال الخير مع هاد السيد يا ربي انا مزوقه في كلمه دير لي الشتاول ديال الخير وعندو الفلوس عبد الله عندو الفلوس عندو ما قارون ومخبيه مخبيه على الغي يدفنو معايا شكون اللي هز لي واحد الجرام هنا واسير بقاتك خا جوج درهم انا مشيت جبت بها الزيت وعبد الله قارتيني بالجوع الزيت ما عندناش زيدي جبديها دروك جبدي واش شريت بها الزيت دروك جبديها بلاتي بلاتي انت خاصني نقعد انا نلعب شويه لا دير اشري لي بابا نهار العيد وحق بابا اشري لي واحد سبرديل واعره كتشعل فيها الضوء وتشوف فيها الدوخي حتى انا اشري لي حوايج ولكن كنخدم في الدار ما كنبغيش نوسخهم اما انا راه كنخرجهم بعض المرات وكندخلهم للدار لا انا كاع ما كنوسخهم ما كنخرجهمش تسير سير من كدو فين شي مره شرا لك باك شي سبرديل ولا شي حاجه عاد بقى يتكذب عليا اما هو شرا لي عران انا واحد مره مشيت معاه نشري معاه الخضره ما عطاني تريال اصلا انا بابا ما جيعانش واصلا دائما كيقول لي واش نشري لك شي حاجه كنقول ليه لا ما تشريش ليا حيت انا اللي كنقول لي ما تشريش ليا سيري من قدوب ربك جيعان دوقات كذب علينا سيري ربك جيعان الله يجيبك جيعان سيري ربك جيعان سيري من قدوب سيري يا مرضيت ماما ماما ولد عمي ما ودي عشرالي سبرديلة وواعرة كتشتعل بالضو وانا ما شريتو ليا والو انا واش ماشي بنتكم اهي من دابا انتي هديك الله الله يرضي عليك يا بنتي ما تبقاش تكعي بحال هكا هذاك ولد عمك وديع ولد وديع ما عنده فلوس وحنا باباك راه ما عندوش ومسكين راه على قد الحاله كلشي ضارب غير مع مكافي غير مع الموضوع وماكلتنا راه كلشي نهار كندوزو الوقت بالبيض ومطيشه صافي ديك الله لا ماما ما تكذبيش عليا انا شفتو عنده كبه ديال الفلوس عنده بارك يحسب فيهم ودارو تحت دارو في المخده فين شي العفريته كنت بارك تمو وانا كنشوفو نوضي 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 سير سير قلبي على راسك يا ربي هاد المصغوبات تاعي ما فهمتش انا ما فهمتش كيفاش دارت حتى شافته هذا الراجل ما فهمتش يا ربي سيدي يا ربي والله ما فهمت عنده الفلوس ومخبيهم على بنته وعباد الله عمرني شفت شي واحد شي حي حتى لدرجه انه ما يكسيش بنته ما يكسيش مرتو وانا مادام مصرفه فيه غير الخير يعني كنا كانت شي وحده اللي بطل حرام اللي نستاهل يدير معايا هادشي ماشي مشكل ولكن عباد الله بنته بنته شي حماه ما يمكنش يا ربي سيدي يا ربي دير شي تاويل ديال الخير والله ما عرفت ما عرفتش شنو ندير مع هذا الراجل جيتو بالحيله ما بغاش جيتو بالغوات ما بغى مهدا الله اويلي بابا ما حسبش بغى نهز عليه الشطابه والكراطه وقلب شي الله يهديه الله نيت استغفر الله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل في هذا الراجل وحق الله ما عرفت انا شنو ندير غنمشي نهار نمشي نطلب انا واد البنت نيت ندير
صفاء زيدي مرحبا. يحفظك الخير والربح. خلي اختي. مرحبا مرحبا. اجي قلتي حدايا زيد. الله يا اختي الله. وكي درتي مع الشيكار وكي دير الناس ديال زاكورة يا اختي الله يعمرها سلعة. وهذاك الكار ديكديكني ديكديكني عظامي. ايوا شنو راه عندك طريق هي راه تبارك الله. سرحة هياديك. وراه نهار واقيلا ياك؟ النهار التالي الصباح غاد وصلت. الله يا ربي الله يا اختي تعذبتي تكرفصتي. كي دايرين انتي بخير؟ الحمد لله الحمد لله لاباس والله الا بخير. خالك راه ما عرفت فين هو فين داير؟ والله الا توحشنا داك خالي من واس وضحوكي كلشي الناس كيسولوا علي اللي دزتو مال خالك ما ود البلاد مالو ما شاف هاد الساعه ما مشى لسوق زاكوره. قلت لي راه مسافر والله داك الفلوس. الفلوس اش من فلوس اش مدوز عليا داك خالك يا اختي راه مدوز عليا العذاب الجحيم مخبي ما عرفتش شنو اختي ما فهمتش انا داك السيد او الا كنقول لك الدريه بغات غير كسوه ديال العيد ما بغاتش يشريها لها كلشي كاع الجيران شارين لوليداتهم من العيد حتى البنتي انا لا ما يمكنش صاحبتي وعرفتي قرني نقرني بداك التقريم ديالو قرني داك خالك والله تقرني ما عرفتش اختي قول لي واش عندكم حتى هو كندير بحال هكا. لا عمر خالي معاك وحنا مقاد معانا الا تبدل المعط معاكم نتوما كنضحوكي وكلشي يعطينا الفلوس اللي بغينا كيشري لينا الصراحه الله يعمر هذا. يا ودي اش غنقول لك راني تقهرت مع داك السيد اختي الا كان هكاك عندكم حنا بعدا راه قرنا انا والدريه كنقول لك الدريه صاحبتي باغا غير كسوه العيد الدريه باقا صغيره وباغا كسوه العيد ما بغاش يشريها ليها بزاف. انا قرنا بالبيض ومطيش اختي تقهرت بالبيض ومطيش نتغدى بالبيض ومطيش نتعشى بالعدس نتغدى بالبيض ومطيش نتعشى بالعدس نتغدى بالبيض والسيمانه كلها كدوز عندي بيض وعدس وحق الله اختي تقهرت. والبيض ومطيشه ما كان لي لقاو قاد الساعه شحال من واحد مسكينه ما تاكل والو غير طيطلب انت بعدا كاع لقيتي البيض ومطيشه ما شحال من واحد ما لقى والو مسكين مقورين هكاك وفي الزنقه هكاك مسيبين. اختي دوك راه ما عندهمش ما فحالهمش ماشي هو عنده ما باغيش يشري لنا الحيمات عنده ما باغيش يشري لنا دجيجه حنا نديروها بحالنا بحال عباد الله. هو راه عنده الفلوس ماشي ما عندوش. هاه الله يحسن العوان بنادم ما عندوش راه ما عنده ما يدير. ايه بصح نيت ولكن واش واحد عنده الفلوس كتشوفيهم هكا بعينيه كتشوف الفلوس كيخبي فيهم ومخبيهم عليا مسكينه هو وين بغا يجيو كاع الفلوس مسكينه هو وين خدام هو مسكين تيسرح ويرجع للدار تيسرح ويرجع للدار وين بغا يجيو دوك الفلوس مسكين حيت خالك تدافعي عليا كتدافعي عليا صفاء. لا حيت انا في البلاد مقاد معانا اللي واخا مسكين ما يكون عنده شي يسلف ويعطينا سبحان الله ما عميش بحال داك الراجل سبحان الله. سبحان الله يا اختي سبحان الله سبحان الله هو سبحان الله نيت سبحان الله تلاقيته سبحان الله يا ربي مبدل الاحوال. اهلا 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 بنت اختي نهار كبير هذا كيديره بخير لاباس عليك الله الله كيديره صاحب البلاد والله الا لاباس كلشي بخير الحمد لله كلشي كنسولو فيك كيدير واحد سي مبارك لاباس عليه والله الا لاباس واحد نجاج شت الكلام تبدل لك حيت جيت لهنايا ودخلنا عليك بالله واش اللي مع هاد المراه جيب 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 واش ما تبدل لي الهضره المراه بالحوتي خرجات انا كنت واحد الكلوه ديالي نعطيها لي نبيعها لي ويعطيني الفلوس فلوس ما كاينينش وجيب جيب جيب راه الهضره ديالي مش هتبدل. قرتينا يا خويا قرتينا قارناها بالبيض ومطيشه وقال لك الفلوس ما كاينش والله ما عرفت انا ما عرفتش العيشه هذه معاك كي دايره وحق الله ما عرفت دابا دخلنا عليك بالله واش انا كنقرص الحيط الفلوس كيجيو وما خويش غاش بغيتيني ندير لك واش عندك الفلوس وكتخبيهم علينا وتقول لنا انايا نجيب 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 واش اخرتينا بالبيض ومطيشه والعدس اويلي حياتي كامله دوزت معاك عدس عمرني كليت اللحم عمرني شتو كي داير اويلي استغفر الله العظيم كي داير كاع مرة في العام هاد العام قلتي لنا نعيدوها بالدجاجة ولا بيبي مالنا خويا حنايا فلاس ديال درهم. شوف مرة كي داير شو الهضرة كي داير اش كنا ندير خير هادشي اللي عطا الله تختي عمرك واحد الكويز ديال اتاي بداك الجيله بدا تجيبها ما خالي هادي ما دارتش فيها العيد نجيب لك الكويز ديال اتاي اجي ريحي جلسي جلسي يا ربي يا ربي نعمرها السيدة الكويز ديال اتاي عبدينا نقلقمو به الناب واش انت باغا تنوض تجيبي باغا تنوض الغارق مالك قالت لك واش هاد السيده جايه عندنا جابها اتاي ولا جابتها الماكله قهرك يا خويا الجوع تقهرتي بالظلط تقهرتي واش بغيتي تجي انت وما كرهنا خالي ما كرهنا نوضي شوفي ديري شي جبات عاد تكثرياتي نقتلك ديري شويه ديال اتاي يا خويا عاد التقريم اللي فك واه بزاف واش عيطتي وعيقتي وليت جيت لهنا ولا فيك التقريم بزاف واش هي التقريمه بنتي
دابا راك عارف الحاله صعابتك، ودابا دابا انا مرضت ليا هي اللي كاع مرضت باش نداويها. نا حنا نعطيك نضيعو حتى الا دار شي حبه راه بركه ديال اتاي ولا قاع ديال الكاس. لا صافي تشقرمت ما خططت، هي اللي قالتها لي ما خططت، ما عمري عرفتك باش هتاكوا خالي، ما عمري عرفتك، الله كيعرفتك كتقريب كاع بنت اختك كاع ما طعمو لا حتى هي مقاد عاود ديرها الكريديات والمدرسه والعيد جاي ولا القضيه راه ضعيفه بنتي هذا راه ما كتشوكا ولي ني راك عارفه وصحاب البيض راه كاع كيعرفوا لينا ما كتشوكا. اشرف اشرف ما تجيب لها واحد جوج باريزيانات نحطهم مع اثار. شوفي واش هاد السيده جابت الماكله واش مالكتي قالك علي جيب جيب ولا بغات تسيزيني؟ لا لا خالي تبدلت اخالي تبدلت حتى من حتى ما بتجيبوني انا مقاد كاع ضيقنا عليك حتى لهاد الدرجه كاع تنضيقوا عليك ما عمري غادي نجي. قلت زعما نجي نطلع على خالي شحال هذا ما شفتو وتوحشت صافي هادشي اللي بغيتي بنتو كاع هينت وين ما شتاش وين مشات شكون هينت هينت خويا 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 انت فين يا بنتي؟ بنتك راه كاينه جي من النهار واحد شويه جوج باريزيان تعطي 50 ريال جوج درهم 10 دريال جيب بهم جوج باريزيان تحطهم مع اتاي حتى الزبده ما كاينه. وريحي معاه دروك باش نشوف لقيت شي فلوس ونجيني نقول لك يلا ريحي معاه يلا انا جاي صافي يلا بقاو هضروا مع راسكم انا جاي نشوف. ربي يجي اختي حدايا جي حدايا راه قلت لك انا قهرني هذا الراجل قهرني بالتقريب وانت باك عليا لا كان سخي معانا كان داير معانا كان هذا اختي راني تقرت انا هذا الشيء دابا على عينك جوج باريزيانات ما بغاش يجيبو. لا صافي تشقرب ما عمري عرفتو باش عزاك اخر مره جي عندي اخر مره اختي جاتني مرحبا بك والله صفائي العزيز عليا مقطره لي حتى منتي ما بجيبوني انا مقاد حتى منتي ما جابوني انا مقاد كاع مرحب بينا هو نض ايوا هذاك هو الناس ديال زاكوره زعما حنا قلنا زعما نجي نحترمو نجي عند زعما وكل يقول شحال هذا غبنا عليه كاع هو كاع قريب عليه تركو ما تيجي عندنا خالي هذا اختي ما عرفت انت كتشوفي نسقر مو حنا هنا نجبدو بعدا شي 20 درهم ولا شي حاجه نشرو بها شي حاجه حشومه. شكون يدي لي الفلوس كاوتشر يلا اختي شغنقول قرني والله اذا تقرت انا بداك التقرام ديالك خالي فين هما فلوسي؟ اش من فلوسي راه هاد الراجل يهديك الله هادي فين هما فلوسي الله يهديك فين هما فلوسي هو الخويا اش من فلوس باغي تسبب فيا تاني فلوسي اللي كانوا في البيت فين هما مرتي عاد ود الله هزيتيهم اين البيت كانوا هاد البيت هذا اللي كنريح فيه انا ما شفتش فلوس ولكن هينت بانت لي قبيله داخله كتحوم على البيت ما عرفتش اصلا فين هي الدريه ما كايناش الدريه عبد الله شحال ولا كنجمع بنت اختي الفلوس فين فين شحال ولا كنجمع الريال بريال باش ندير اصلا نرجع في الاخر ادت لي فلوسي يا بنت انت اللي قلتي لها تهزهم انت والله يا هذا الراجل ما قلت لها شي حاجه قسما بالله ما قلت لها شي حاجه وانا بنتي دابا ترزيت في بنتي فين هي بنتي حق لها بنت لي غابره اليوم اه بنتي فين هي بنتي شوف اخالي الفلوس راه ما ديمين هاد الساعه ما ديما غير الصحه واحد الا كانت عنده صحتو يخمن الفلوس بغيت تمشي تحت تموت بغيت ترد معاك في القبر الله يعين بو الفلوس كاع واللي جا من جيتهم ويلي صافي يا المسخوط صافي خرجي في عودي متي بنتي جيب لي بنتي عندك الحق عندك الحق بنتي ولكن انا كنت كنخزن الفلوس زعما على حسب دوير الزمان على حسب بزاف ديال الحوايج وليني شداهم يشفروا لي فلوسي انا شفروا عدلي باش من الفلوس باقي كتفكر لي في الفلوس نجيب لي الدريه ويلي على بنتي من نجيب لي بنتي فين هما فلوس انا بغيت الفلوس انا بغيت الفلوس فين هما مشاو لي انا عرق جاي في حياتي كامل كنجمع فيهم فين هما انا قلت لك خويا ما عندك فلوس انت شكون اللي داير لك دوك واش البنت ولا الفلوس البنت اش قلبوا على البنت بنتي مسخوط الوالدين بنتي جيب لي بنتي بنتي ولد الحرام بنتي سير بي بنتي واحد الله سيعدري ايه هالدنيا الناس بركة تجمع في الفلوس ونسوا صحتهم والتربية والأخلاق
ايه دوك البنت مشات اليوم ما عرفوا فينا خلا وين الجيلات تمشي شي خلايك بضاع حد يعطيها العصا يقتلها لي يوم يلوحها ما عارفيش الناس بناتهم الصغار ما تلات تفكروا فيهم كيفكروا في الفلوس وما عارفينش الموت باش كاينه باش تبع كل شيء الناس ها الموت كاينه واحد راه ما بغى يدفنش الفلوس معاه ها اللي دار شي زينه هي ديك اللي دار شي خايبه يدارها عند الله والله يعين بالفلوس اللي جا من جيته الله ما عندها كسوات العيد ما عندها حولي واش ماشي عندك تقول لي غنشري مع عيدو بالدجاجه واش حنا فلاس ديال درهم ويحفظك الله شوفي هذيك الدجاجه قلتها انا غنشوف الا لقيت كيفاش ندير ناخذ بيبي انا بغا كاع ما ناخذ دجاج ناخذ بيبي ودا ما غادي ندير حاجه كثيره دابا هو بيبي اش بغيتي دابا هو مشي انا كوتر رانا ابو شهيد خصني بين لي راني شي حيل راه بين دابا اللي ضحكتي ماشي دابا انا شوفي انا دابا الباخيل دخلت فيها شويه الكوميديا باخيل دخلت فيها شويه الكوميديا يعني قلت شي حاجه ما تضحكيش انا باخيل دابا لاحظت انا كوميدي ماشي ولكن دابا راه هو اللي ضحك ماشي انا اللي ضحك دابا انت ضحكتي وانا كمل لا والله انت ضحكتي انت يلا قسما بالله اباز اللي شاف كتقول لك كتقولي ما كتاكليش النعنع اش ممكن اخويا قاتيني غير بالبيض وماطيش اش ممكن ياكل ليا وي حفظك الله دابا ودي خصك الحمد لله وتشكري ملي كتاكل البيض وما عطيشه راه اش حديره ما عطيشه راه ديك النار والله ما بغى ينقص لي 10 درهم بغى ينقصها هادو هما اللي سقرا عيقتي عيقتي كازا انا ما كنبغيش نشوفك باش ما تجيبكش راسي انا كنشوف نص عين كنبغى كتشوفي لتاش اقسم بالله شنو عظيم حتى هو كيديرها بالعاني وحق الله انت 10 دريه دابا علاش غيقول لك 10 دريه عرفنا غنتعاد انا باش بنادم الناس في الموضوع في الموضوع عرفنا راني شي حيح غير بصح سمح لي وريهم لي دابا وريهم لي فينا هما هاد الفلوس هادو انا لقيتهم واي هذاك الله يا هذا الراجل تق الله تق الله فينا تق الله راه غدي الذنوب قسما بالله تغدي الذنوب واش ما كتمركش واش ما كتحسش بالانسانيه ها ولا الدريه ما صغيره ما باغاش تشري لك سوت العيد ما باغاش تشري الحولي ما مجوعنا عباد الله واش ما عندك على هذا الجوع هذا جوعك الصدا البارح كليت البيض البارح البيض وما طيش منين جبتو من منين الناس راه ما كتبقاش مياك لا 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 عاد صافي ما نكملش لا انت كتجبدني يا واش نكمل وانت كتجبدني البيض مطيش صاحبي وكتدير اكس خصني نبين شحال الجوع ديال بصح نبين المشاهد راني جيعان وانت شي حاجه اخرى بالك البيض شحال ياكل شحال يسواك وشحال من البيض سيري من الكلوب باك فين شرا لك شي مره كاع ما كيشري لي انا بابا ما جيعانش والله انت جيعان فين جيعانش انا يا بابا انا ما جيعانش والله انت جيعان انا ما جيعانش والله انت جيعان ما جيعانش كيشري لي كلشي الا التية ما جيعانش جيعان كله كيشري على الرامو وخليت ناد الساعة شحال هذا ما جيت عندنا عاودتي عاودتي غنجي ان شاء الله ونرجع ليا ما ديالنا غير صبري انا ناض نعمل لك واحد الكويز ديالاتي هاجي واش علاش عمرك علاش عمري البنات ديالاتي واش هاد السيده واش جايبها اتاي راه جايه تشوف خالها اويلي هذيك الله يا هاد الراجل السيده راه خاصها تشرب اتاي واش جاي عندنا نلقاو كحرفيين اي راه نوضي جيبي البنات ديال التم وانا نوض نلقاو ندير نوض جيب واحد شويه الباريزيان الخساره الخساره نوض جيب شويه الباريزيان جيب جيب راه تلعب هوك جيب جيب واخا دابا حنا كنبدا كنقول لي جيب جيب ولا تبعدني الله يرحم الوالدين ولا تبعدني يلا نوضي جيبي اتاي بلاتي نعاود الكاميرا ما دويتش معاك فرطو الطور انا تندوي مع هادي يا ربي يا سيدي يا ربي قرتيني يا خويا غا بالعدس وبالبيض ومطيشه قرتيني انا نوض نعمرك واحد الكويز ديالاتي اجي 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 جلسي جلسي واش هاد السيده هادي عباد الله هاد السيده بقات تبكي ليا تما يا ويلي قالت كتضحك قالت كدير قالت كدير قالت كتضحك حاجه حشومه وحق الله عرفك عرفك اسم ربي ما سمعتش بزاف عيقتي ولا كنتي فطوطو يا فطوطو قالت لك انا راه غنضح انا غنقول دابا تي غنقول لها عمراتي ويقول لك غنجيب لها باك على علما هوب انا شوف لا 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 وخصك تضحكوا تضحكوا تضحكي انا كنشوفوا فيه 1 2 3 اكسيو مرحبا مرحبا بنت اختي مرحبا بك وانا مرحبا نهار كبير هذا نهار كبير هذا وقولي لي ما
عيتي لينا ما هضرتي ما وراء الظروف اخالي التعبئة ألكتنا الساعة وهذيك التعبئة هي اللي ما تنحمل واش عباد الله كان شارجي 5 درهم كيدوها ليا في الشهر ولا حنا حيت ما كاينين الفلوس ما راه نشروها وفينا هما الفلوس وكان انا عندي الفلوس انا راه تلقى لينا فينا هما الفلوس انا الفلوس انا بغيت نشمهم ما لقيتهم ما لقيتش الفلوس وقولي بعدا كيدير صحاب زبوره انا بس عليك الخير كلشي كنسولو عليك كنقول لك وانا داك وداك خالك غبر علينا ايوا الفلوس اللي كاين كلشي كنسولو عليه صراحه ايوا الحمد لله راه حيت انا خليت بلاصتي زينه راه ماشي شي واحد لي هذا وانا راه كلشي كيكتش ورا دروك مشيت ما ثلاث حتى يتخطر في الزنقه قالك وين داك عبد هو كيجمعنا في الزنقه كاع الحمد لله الحمد لله شي خليت زعما زينه اخالي ان شاء الله انا نوض نعمل واحد البريري ديال اتاي بنيت تشربيه اكلسي جلسي واش السيده جايه تشرب اتاي السيده راه جايه تشوف خالها السيده واش جايبه الماكله انت باغا نوض نجيب نوض نعمر نوض ندير مالك فقساتني هاد المره فقساتني لا خالي ما تعمرليناش واحد الكاس تاع اتاي ديما قلت فيها والو انا خويا قهرتيني انا قال لي البكه بكيتو قال لي تضحك من ضحك قطع قطع داك البلو حبسيه انت حبسيه كليكي اكسيون اي والله لا يا جامر تخاف عاودي قولي